اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، بثنائك نستفتح الدعاء والرجاء، نستفتح دعاءنا بالذي هو خير. سبحانك يا ربنا، سبحانك يا ربنا، يا أهل الثناء والمجد، اللهم عليك نقبل وإياك نسأل وبك نتوسل، ورحمتك نرجو وعفوك نؤمل، إياك نقصد بآمالنا وعليك نثني بصنوف أقوالنا، ورضوانك نبتغي بأعمالنا، وإليك نرجع في اختلاف أحوالنا، ولك نلح بطلبنا، لأنك يا ربنا لكل راج ملاذ، ولكل خائف معاذ. ندعوك ونسألك يا خالقنا، يا من قلت في كتابك العزيز ادعوني أستجب لكم، يا من قلت في كتابك الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا مرتجى منك إلا إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين بقدرتك يا قوي يا متين. اللهم حذر أرض فلسطين من اليهود الغاصبين، اللهم حذر
أرض فلسطين من اليهود الغاصبين، وأعد أرض الرباط إلى حوزة المؤمنين، وأنقذ الأرض المقدسة من أيدي المعتدين. اللهم حرر بيت المقدس ومسرى رسولك الأمين.